اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات التعليم الفني، مع حلقه جديده من ماده مواسيات للصف الثاني قسم ملابس جاهزه. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها عن تعريف المقايسه والغرض من المقايسه وليه بندرس ماده المقايسات، واخدنا الخامات الاساسيه والخامات المساعده وازاي احسب المنتج بتاعي، تكلفه المنتج من الخامات الاساسيه وتكلفه والخامات المساعده، يعني المنتج بتاعي بيحتاج قد ايه خامات اساسيه وخامات مساعده. النهارده هنكمل مع بعض ايه بقيه الباب الاول، هنتكلم عن المقايسه برضو وهنشوف ايه هي، ايه ما يحتاجه المنتج من خامات وايه هي المتطلبات بتاعه المقايسه. تعالوا مع بعض كده نتكلم النهارده عن المقايسه، بس هنذكر بعض بتعريف المقايسة. ايه هو تعريف المقايسة؟ هنبدأ مع بعض. ايه هو ما المقصود بالمقايسة؟ لان المقايسة دي التعريف بتاعها مهم جدا ولازم نبقى عندنا حافظينه وفاهمينه وعارفين يعني ايه مقايسة، لانه ممكن هيجي لك ايه في الامتحان تعريف المقايسة. تعالوا بقى نشوف تعريف المقايسة مع بعض تاني. حساب كل ما هو في صناعة أو تنفيذ السلعة المطلوبة، يعني أنا بحسب كل الحاجة بتدخل في تكليف المنتج بتاعي. السلعة بتاعتي اللي أنا بنتجها دي لازم أعرف إيه هي، إيه أعمل حساب كل تكلفة المنتج اللي داخل، سواء خامات أساسية سواء خامات مساعدة سواء ماكينات سواء عدد سواء آلات، كل ده أنا بعمل حساب لإيه، للتكلفة دي. يبقى المقايسة هي ايه؟ هي حساب كل ما هو في صناعة او تنفيذ السلعة المطلوبة من تقدير كميات اسمان الخامات الاساسية، يعني بحسب الخامات الاسسية وبحسب ايه اتمنها وبتاخد كميات قد ايه، والخامات المساعدة اللي بتدخل في تصنيع المنتج برضو بحسبها، بحسبها هي بتاخد قد ايه، وتحديد مراحل التشغيل المختلفة من تصميم ورسم خطوط الانتاج، يعني كل اللي بيدخل في ايه في تشغيل المنتج، زي ايه، زي عندي التصميم، تصميم الموديل، رسم البطرون، القص، الفرش، طريقة فحص القماش، التغليف والتعبئة، الماكينات اللي داخلة في تصنيع المنتج، كل ده انا بحسبه من خلال ايه، من خلال المقايسة بتاعتي. هنكمل مع بعض. ايه اللي بقى اللي بيدخل؟ احنا قلنا مراحل التشغيل مختلفة في تصميم ورسم خطوط الانتاج، اللي هي البطرون والقص والتشغيل وتحديد اجور العمال سواء بالقطعة او ايه او بالزمن، ده كله انا بحسبه في من خلال المقايسة بتاعتي. طب احنا النهاردة هناخد ايه بقى؟ هناخد النقاط الاساسية، النقاط التي يجب مراعاتها عند عمل اي تصميم لاي منتج، يعني ايه ما يجب مراعاته عند عمل تصميم اي منتج. هل في خطوات معينة؟ هل لازم اعمل وانا بعمل المنتج بتاعي او التصميم بتاعي في قواعد اساسية بحطها؟ ايوه في قواعد اساسية معمل المنتج بتاعي. تعالوا نشوف ايه هي القواعد دي وايه هي النقاط الاساسية اللي لازم اراعيها وانا بعمل ايه المنتج. تعالوا كده نشوفها مع بعض. اول حاجة ان يكون مناسبا للعصر والتقاليد. يعني ايه يكون مناسب للعصر والتقاليد؟ يعني الموديل اللي انا بعمله، ان انا هعمل لازم يناسب المجتمع اللي انا هنزل التصميم فيه، المنتج ده هيتباع فيه، يبقى لازم يناسب المجتمع، لازم يناسب العصر بتاعي، يعني ما اجيبش مثلا من العصور القديمة واقول ان ده هيتلبس دلوقتي، لا لازم يكون بيناسب العصر وبيناسب العادات والتقاليد بتاع المجتمع اللي انا عايش فيه. يبقى لازم التصميم لا يخالف ايه العادات والتقاليد، ويكون مناسب للايه، للعصر اللي ايه اللي ايه اللي هو اللي احنا عايشين فيه. طب تاني حاجة ايه؟ يعني ان يكون مناسبا للاوقات والمناسبات. يعني انا دلوقتي هعمل التصميم دوت هيتلبس في الصباح، يبقى لازم يكون مناسب للصباح، القماشه بتاعته مناسبه، لان طبعا ما فيش حد هيلبس ايه فستان سواري وخارج ايه خارج الصبح، او هيلبس حاجه اللي هي الالوان الفسفوريه اللي دي ما بتتلبس الصبح، يبقى انا لازم ايه اراعي ان الموديل اللي انا هعمله يكون مناسب للوقت اللي هيتلبس فيه.
او تاييه او ايه بنطلون وبلوزه يبقى يكون مناسب فيه. يبقى انا كده لما اجي اعمل المنتج او التصميم بتاعي لازم يكون مناسب للوقت اللي هيتلبس فيه ايه المنتج دوت. تالت حاجة ان يتناسب مع طبيعة الخامة المستخدمة لتنفيذه، يعني ما اكون جايبة خامة لازم يكون الموديل ده مناسب للايه للخامة. يعني انا دلوقتي هعمل زي ايه زي ما احنا شايفين كده فستان سواريه، فالفستان مكون من ايه من قماش جبير، يبقى القماش الجبير والستان ده هيتلبس في فترة ايه في الحفلات، لازم يكون القماش مناسب لايه للتصميم اللي انا هعمله. ما ينفعش ان انا اعمله في تصميم فستان ايه سيمبل عادي راحه بيه الشغل، يبقى لازم يكون الايه القماشه مناسبه لايه للموديل وللتصميم اللي انا عامله. زي ما كنت هعمل تاير او هعمل بدله يبقى لازم ان انا اختار القماشه اللي تناسب التاير او البدله، ان هو يبقى هيبقى ترجال، هيبقى كتان، هيبقى روزالين، يبقى القماشه بتناسب الايه الموديل او التصميم اللي انا ايه حاطاه اللي انا هنفذه. ده نشوفه مع بعض تاني. رقم 4 ان يكون مطابقا للمواصفات المطلوبه، يعني انا بعمل التصميم يكون مناسب للمواصفات. يعني ايه؟ يعني انا بقول التصميم بتاعي هيكون تاير، هيكون فستان، هيكون واسع، هيكون ضيق، في قصات، في جبير، في اي قصه محطوطه، لازم يكون ان انا لما اجي انفذه انفذ نفس الموديل بالظبط، نفس التصميم اللي موجود بالظبط، ما ايه ما خالفش التصميم اللي موجود عندي. رقم 5 ان يراعى في البساطه بحيث يستخدم في تنفيذه اقل كميه من القماش او الخامات المساعده. يعني انا لما اجي اعمل التصميم يكون تصميم بسيط جدا، ما يكونش متكلف زياده عن اللزوم، ويكون تكلفه الخامات اللي داخله فيه سواء خامات اساسيه او خامات مساعده تكون قليله، يعني ما يكونش فيه زحمه. احنا مش عايزين موديل يبقى فيه في زحمه، لا، الموديل لازم يكون بسيط جدا بحيث يكون الخامات اللي موجوده فيه بسيطه، ويكون الخامات الاساسيه والخامات المساعده اللي فيه تكون قليله. وكل ما قلت الخامه وتداخل الالوان بيكون التصميم بتاعي بسيط ومريح للعين ومريح للنظر، وكمان في التصميم والتنفيذ بيبقى سهل في تصميمه وتنفيذه. هنكمل مع بعض. هناخد بقى ايه سؤال تاني بيقول ما هي انواع الخامات الاساسيه. ايه هي الخامات الاساسيه بقى اللي بتدخل في المنتج بتاعي وايه هي انواعها؟ طبعا احنا عارفين الخامات الاساسيه، احنا خدنا قبل كده الخامات الاساسيه اللي هي الاقمشه اللي بتدخل في نوع ايه المنتج، لان انا من غير المنتج من غير الاقمشه دي مش هيبقى عندي منتج. طب ايه هي نوعيه الاقمشه اللي ايه اللي بتبقى موجوده اللي انا بستخدمها في صناعه الملابس بتاعتي؟ تعالوا نشوفها مع بعض. عن اول حاجه عندي هنا خامات طبيعيه وخامات صناعيه. يعني ايه خامات طبيعيه ويعني ايه خامات صناعيه؟ خامات طبيعيه اللي هي الخامات الطبيعيه اللي موجوده في الطبيعه، اللي هي اللي احنا بتتزرع او ان ايه او اللي هي موجوده في النباتات او الايه او الحيوانات. اما الصناعيه اللي هي بيدخل فيها الصناعه اللي هي صناعه النسيج. طب الخامات الطبيعيه زي ايه؟ زي القطن والصوف والكتان والحرير الطبيعي. احنا عارفين ان القطن بيتزرع والكتان بيتزرع والصوف احنا بنجيبه من ايه فراء الحيوانات، والحرير الطبيعي بيجي لي من دوده الاز. يبقى دي الخامات الطبيعيه بتاعتي. يبقى الخامات الطبيعيه اللي هي بتيجي من الطبيعه، عشان كده بنقول عليها خامات طبيعيه، اللي هي زي القطن والكتان والصوف والحرير الطبيعي. طب الخامات الصناعيه بقى، الخامات الصناعيه اللي هي بتدخل فيها بعمل خلط بين الياف صناعيه والياف ايه الطبيعيه. يبقى الخامات الصناعيه اللي ايه اللي هي بتدخل فيها صناعه النسيج نفسه، بيبقى فيه خلط بين الياف صناعيه والياف طبيعيه. طب زي ايه ايه هي الخامات الصناعيه؟ تعالوا نشوفها كده، اللي هي الخامات التخليقيه والخامات التركيبيه والاقمشه المخلوطه. دي اللي هي ايه الخامات الصناعيه، دي اسامي الخامات ايه الصناعيه. طب الخامات الصناعيه اللي احنا بنشوفها زي ايه؟
تعالوا بقى نشوف كل خامة من دول موجودة فين وإيه ونعرفها إزاي. هناخد بقى أنواع الأقمشة المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة. طبعا احنا عندنا أنواع كتيرة جدا من الأقمشة، سواء من الأقمشة الطبيعية أو الأقمشة إيه الصناعية. الأقمشة الطبيعية احنا عرفناها اللي هي القطن والكتان والصوف والحرير الطبيعي، دي الأقمشة الطبيعية. طب الأقمشة بقى الصناعية اللي هي داخلة فيها تبقى تعتبر أقمشة طبيعية بس داخلة فيها إيه اللي هي بنقول عليها فتلة صناعي، أو داخلة فيها الصناعات المستحدثة بحيث إن هي تبقى تدي إيه شكل، إن إحنا بعض الأقمشة الطبيعية ما بتقبلش الصبغة، فإحنا بيبقى ساعات عايزين ألوان مختلفة، فبنحتاج إن إحنا إيه نعمل لها إيه نصبغها، نغير من لونها، نعمل كاروهات، نعمل إيه نعملها مقلمة، نعملها منقوشة، فدي كلها بتحتاج إن إيه الأقمشة الطبيعية تتحول إلى أقمشة إيه صناعية عشان أقدر أعمل فيها الإيه الابتكار والإبداع بتاع الإيه بتاع الأقمشة. طب تعالوا نشوف مع بعض أنواع الأقمشة بقى. يبقى انواع الاقمشه المستخدمه في الصناعه اللي احنا ايه قلنا الاقمشه الطبيعيه والاقمشه ايه الصناعيه. طيب زي ايه احنا عندنا الاقمشه، انواع الاقمشه المستخدمه في الصناعه زي الايه، عندي اللينو وايه تاني، وعندي الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، عندي الاقمشه اللي هي فيها في زي الكتان، زي الدكرون، زي الروزالين، الازيس، كل دي اقمشه بتدخل في ايه في الصناعه. طبعا انا ما اعرف انواع الاقمشه لازم بعرفها ليه، عشان لما اجي اعمل التصميم اعرف ازاي اختار الاقمشه المناسبه. يعني دلوقتي لو انا هعمل قميص القمصان اللي هي بتاعه المدارس، بيبقى القميص دايما سواء القميص الرجالي او قميص فرنجي او قميص المدرسه بيبقى من القماش ايه اللينو، والقماش اللينو بيبقى من الاقمشه القطنيه لانه بيمتص العرق وبيبقى سهل ايه في الغسيل بتاعه. طب دايما ملابس المدارس دايما بنعملها من الايه من القماش اللي هو الترجال او احيانا من الكتان، والقماش الجديد اللي هو ظهر معانا اللي هو الايه اللي هو الروزالين، دي الاقمشه اللي هي بتساعد في ان انا اعملها ايه تبقى اقمشه تستحمل الغسيل وتستحمل الحركة، وكمان ممكن اعمل منها البدل بتاعت البدل الملابس العمل او بناطيل او تيرات، دي هي الاقمشة اللي بتساعد. طبعا احنا عندنا الصوف في منه انواع كتير زي المهير والقطيفة والفرو، دي اللي هي اقمشة بنستخدمها دايما في الايه في الاقمشة الشتوية، بتبقى زي الصوف والايه والمهير والايه والقطيفة والايه والاقمشة الفرو. هنكمل مع بعض بقى بقية الدرس، تعالوا مع بعض كده نشوف هناخد ايه تاني. هناخد بقى تحليل التصميم. يعني ايه تحليل التصميم؟ يعني دلوقتي لو انا قدامي موديل، الموديل ده اعمله احلله ازاي؟ يعني انا عايزة اعرف تفاصيل الموديل عشان لما اجي ارسمه على الباترون ارسمه مظبوط، فلازم اعرف كل جزء في الموديل ومكونه ايه عشان اقدر ايه اعمله صح، ارسم له الباترون بتاعه بالطريقة الصحيحة. طب نشوف بقى تحليل الموديل يبقى ازاي. اول حاجة تعددت التصميمات لملابس الجاهزة على اختلاف انواعها، سواء كانت ملابس داخلية او خارجية او ملابس اطفال او حتى مفروشات تحتاج الى تقدير كمية القماش اللازم للتنفيذ. يبقى انا عندي تصميمات متعددة طبعا بتختلف حسب مكانة ايه، سواء داخلية او خارجية او ملابس اطفال او ملابس حريمي او ملابس رجالي او مفروشات زي ايه المفروشات ايه اللي هي زي ملايات السرير الستاير، كل دي بقول عليها مفروشات. طب المفروشات دي لازم ايه الملابس دي لازم اعرف مكون ايه الموديل ايه، بحيث ان انا اقدر اعرف ارسم الباترون ومكون كل جزء منه ايه، وهل الموديل ده مكون من لونين ولا لون واحد، في خامات مساعده، في دانتيل، في ركامه، في زراير، في عراوي، يبقى لازم اعرف الموديل بتاعي تفاصيله بتبقى ازاي. طب تعالوا مع بعض كده نشوف بقى التفاصيل نعملها ازاي في تحليل الموديل. وهنا بيقول ويرجع الى اختلاف مكونات كل تصميم عن الاخر، يعني كل تصميم بيختلف عن التصميم الاخر، يعني في عدد الاجزاء
في التصميم الواحد، كل تصميم بيختلف في عدد الاجزاء. يعني احنا لو بصينا للتاير اللي قدامنا ده، التاير طبعا هو عبارة عن ايه، عن جاكيت من فوق وايه وجيب من تحت. لو بصينا للجاكيت من فوق هلاقي ان الامام مكون عندي من كام جزء، من 3 اجزاء. الامام عندي مكون من 3 اجزاء، وفي فتحة في الجزء اللي تحت، اللي ايه الجزء اللي تحت ده يعتبر ايه زي مدي على كلوش، وفي هنا 3 زراير. بس هنا الاجزاء بتاعت الايه الجاكيت ايه، الامام 3 اجزاء، وممكن يكون الخلف زيه، وممكن يكون الخلف ايه سادة جزء واحد. لكن هنا لما اعرف ان الايه ان انا هنا الامام عندي 3 اجزاء، يبقى انا عندي كده كام قصة في الامام، عندي قصتين في الامام، لان ما دام طلع لي 3 اجزاء كده يبقى في ايه، يبقى قصتين في الامام. وطبعا القصة العلوية دي بتبقى قصة امبير، وبعدين عندي قصة في الوسط بايه بايه باللي هو الجزء اللي هو اللي بنقال عليه الكلوش. طيب نشوف تاني مع بعض نوعية الأقمشة المستخدمة في التصميم، لذلك يجب تحليل التصميم وتجزئه قبل تحليل كمية القماش. يعني أنا لازم أعرف نوعية القماش المستخدم إيه، علشان إيه لو ما أعرف نوعية الأقمشة المستخدمة في التصميم لا أقدر أحلل الموديل كويس جدا. يبقى تحليل الموديل بيساعدني إن أنا إيه نوع القماش اللي أقدر أستخدمه. يعني أنا في التيار اللي قدامنا ده، لو احنا ممكن القماش بتاعه يبقى نوعيته ممكن يبقى من الكتان، ممكن يبقى من الروزالين، ممكن يبقى ترجال، ممكن دي الاقمشه اللي ممكن ايه اطلع منها الايه التيير دوت. ولو هعمله شتوي ممكن يبقى من الصوف، وممكن استخدم فيه الايه المهي القطيفه، الصوف اللي هو المهير الناعم. يبقى انا بحدد التصميم او حدد اجزاء التصميم، اقدر احدد نوع القماش اللي استخدم ايه. لان انا لما يكون التصميم زي التصميم اللي قدامنا ده تصميمه سيمبل، يبقى محتاج قماش هادي ما يكونش فيه ايه ما ويكون ماسك نفسه. يعني ان انا التيير ده ما ينفعش اعمله في قماش حرير، ما ينفعش اعمله في قماش شيفون، يبقى لازم يكون في قماش ايه متماسك، زي ايه زي الكتان، زي الصوف، زي القطن، الاقمشه القطنيه اللي هي السميكه مش التقيله. يبقى انا لازم احدد الاول التصميم واجزائه عشان اقدر احدد القماش اللي انا ايه هنفذ بيه الموديل ده. كيفيه بقى تحليل التصميم من حيث الشكل العام الذي يميزه، يعني ايه؟ يعني ازاي ان انا بقى احدد اجزاء التصميم واكتبها ازاي؟ يعني بكتب اجزاء التصميم ازاي؟ تعالوا نشوف كده بنكملها ازاي. كيفية تحليل التصميم من حيث الشكل العام الذي يميزه، يعني ايه؟ يعني ها الحردة بتاعته شكلها ايه، الحردات والفتحات المختلفة. يعني حردة الرقبة عندي 7 ولا دائرية؟ يعني احنا لو شفنا الفستان اللي قدامنا دي هلاقي ان حردة الرقبة ايه ب7، بس هي فيها كول سبور او كول شال او كول تيير. يبقى انا ممكن اعمل ايه كول، لكن هي معمولة ايه، معمولة بكول بكل ايه بكل تيير. يبقى هنا الحرده بتاعتي ايه اللي هنا حرده ب7، لان هي منتهيه بايه بكوله. القصات المختلفه يعني ايه، يعني في قصه برنسيس، في قصه في توسيع، في قصه. يبقى دي برضو اللي انا ايه بقى لازم احددها. يعني احنا لو بصينا هنا للفستان، من هنا الفستان في حزام، في وفي الجونيلا فيها توسيع من تحت، يعني معموله بتوسيعات ما فيهاش قصات. الاكمام واشكالها المختلفه، طبعا الكم احنا عارفين الكم العادي، فاحنا المفروض ان انا بقول ان الكم بيبقى يا اما كم قصير او كم طويل او كم في من يعني كشكشه من اعلى او كشكشه من اسفل او منتهي باسوره. يبقى لازم احدد الكم بتاعي ايه. يبقى انا لحدده في الموديل بحدد الحردات والفتحات المختلفة، دي بتخص ايه، بتخص حردات الرقبة وايه فتحتها شكلها ايه، القصات اللي موجودة في الموديل، الاكمام واشكالها ايه المختلفة. نكمل مع بعض. الاكوال
واشكالها المختلفه. لازم اكون محدده الكولا، يعني احنا هنا لو قلنا في الفستان دوت الكولا عندي اللي هي ايه، الكول الايه، الكول سبور العاديه ومفتوحه بفتحه 7 من قدام. الجيوب واشكالها، هل الموديل فيه جيوب ولا ما فيهوش جيوب، وشكله شكله ايه، يعني جيوب عادي ولا جيب مدبب ولا جيب بحافه دائريه. لازم اكون محدده الجيوب بتاعتي وشكلها ايه. التوسعات وتشمل الكشكشه، في كسرات، في كالونات، كل ده بحدده. احنا لو بصينا للموديلات هنا على ايه، الموديلات فيها ايه، فيها قصات وفيها الوان، يعني تلاقي الوان ايه، الوان مختلفه. يعني في عندي الفستان اللي هو الاسود في محطوط عليه جبير، وهتلاقي ان الكمين معمولين بالجبير والفستان ايه معمول كله بالجبير بس متغطي من تحت بستان اسود. الفستان الاولاني اللي هو على الجنب هنا اول واحد معمول من الجبير بس ايه، جبير مدي على الابيض والجبير التاني مدي على ايه، على اسود. اما الفستان اللي في النص ده هنلاقيه معمول بقصة برنسيس، والقصة البرنسيس معمولة لونين ابيض وايه واسود منقط، واللي تحت برضو معمول قصات برنسيس بس معمول فيه 4 الوان، يعني هلاقي فيه رمادي وابيض واسود ومنقط. نيجي بقى نشوف ايه بيقولك، ما هي المواصفات الفنية التي تؤثر في كمية الأقمشة. يعني هل القصات والكالونات والمردات والحاجات دي كلها بتأثر في كمية القماش؟ اه طبعا. يعني لو عملت فستان عادي سيمبل عادي ما فيهوش حاجة، زي ما اعمل فستان بكالونات او بقصات او بكسرات او بقصات برنسيس، طبعا ايه كمية القماش هنا بتختلف. يبقى كمية القماش بتختلف حسب شكل التصميم وايه والقصات اللي موجوده فيه. طب ازاي بقى دي نعرفها؟ تعالوا نشوف مع بعض كده نعرفها ازاي. اول حاجه بقول شكل التصميم. شكل التصميم هو اللي بيحدد لي هياخد قماش قد ايه. يعني احنا الفستان اللي عندنا ده هلاقيه في اللي هو القصه اللي هي بالورب من تحت، وفي حزام، والجونيلا فيها توسعات. يبقى كده ده لما اجي انفذه غير لما اجي انفذ فستان عادي خالص ما فيهوش ولا قصات ولا توسعات. يبقى القماش دوت يبقى التصميم بيختلف من تصميم لتصميم حسب ايه، حسب القصات الموجوده فيه. تاني حاجه تحليل مكونات التصميم. يبقى عشان كده بحلل مكونات التصميم. تحليل مكونات التصميم ليه؟ عشان اعرف التصميم بتاعي ده هياخد كميه قماش قد ايه. طيب اجزاء التصميم، يعني كل جزء في التصميم مكون من كام جزء. حساب عدد القطع المكونه للتصميم، لازم احسب عدد القطع المكونه للتصميم. كل ده انا بحسبه ليه؟ عشان اعرف كميه القماش اللازمه لتنفيذ التصميم ده او المنتج ده او الموديل اللي قدامي ده. تعالوا بقى ناخد ازاي نحلل الموديل، كيفية تحليل التصميم من حيث الأجزاء المكونة له. إزاي أمسك الموديل وأحلله، أعمله تحليل للموديل بأجزائه. أول حاجة بقول الأمام، يعني أول جزء بقول الأمام هيكون من إيه. يبقى الأمام يمكن أن يكون جزء واحد أو جزئين أو أكتر. يعني الامام بيبقى ممكن يبقى جزء واحد او جزئين او اكتر، زي ما احنا شفنا قبل كده ان في امام مكون من 3 اجزاء، في مكون من جزء واحد، في مكون من جزئين، لو في مرد، لو في قصات برنسيس يبقى مكون من 3 اجزاء. يتكون من عدد من 2 كم. لازم اكتب 2 كم، لان انا عندي اي فستان فيه 2 كم، اي بلوزه فيها 2 كم، اي جاكيت فيه 2 كم، يبقى لازم ابقى عارف ان انا بعمل ايه، بعمل 2 كم. ده في الموديل. الموديلات بقى اللي بيبقى فيها كم والتاني قط، دي بقى برضو بتبقى دي حالات ايه خاصه للموديل، لكن انا بكلم على الموديل اللي قدامي ما انساش ان انا اكتب ايه، ان في 2 كم. يمكن ان يتجزأ الكم الواحد الى جزئين او اكتر، يعني ممكن الايه الكم يبقى فيه ايه، في جزئين او اكتر.
ممكن الكم يبقى طويل او قصير او ايه، او اللي هو بنقول عليه الكم التلتين اللي هو 75 ايه في المية، في اللي هو إيه، في الكم التروكار وفي جابونيز وفي اللي هو طويل، وفي بعض الاحيان تكون تصميماته بكم ايه واحد، ده حسب التصميم. يعني انا لو جيت حللت الموديل اللي قدامي ده هقول هنا الايه، طبعا الموديل فيه 2 كم، والامام الجزء العلوي الامام عندي، الامام فيه مكون من جزئين لان فيه سوسته من الامام بس هي مش باينه، وطبعا في حزام في الوسط، والجونيلا من تحت، الجونيلا ايه نازله ايه كلوش يعني واسعه، في ايه فيها كشكش او توسيع. تالت حاجه، يمكن ان يكون الكول قطعه واحده او قطعتين وتتكون من وجه وبطانه. يعني الكولا ممكن تبقى قطعه واحده، الكول السبور اللي قدامنا دي قطعه واحده، لكن في كول اللي بتقول عليها كول بيبي دي بتبقى قطعتين، واي كولا بتبقى عباره عن قطعتين. يعني ايه؟ يعني بيبقى ليها قطعه اساسيه والتانيه بتبقى البطانه بتاعتها. فبقول ان ايه الكولا بتبقى ايه، هي بتبقى في الشكل بتاعي قطعه واحده لكن انا بقول عليها قطعتين، لان ايه بتبقى كولا وبطانه. فهي لو هي كول سبور بقول كولا وبطانه، طيب لو كل بيبقى بقول 2 قطع وايه البطانه بتاعتها. 4 الاساور، طبعا الاساور بتختلف لان الاساور دي بقول عليها هي تنظيف للكم، يعني الاسوره دي بيبقى تنظيف للكم، يا اما الكم بيبقى في نهايته بيبقى متني يعني تانية عاديه، او في نهايته بيبقى فيه اسوره، في كورنيش، في دانتيل، في ركامه، يبقى حسب ما انا ايه بنهي الكم بشكل الكم بتاعي. يبقى الاسوره دي بقول عليها تنظيف الكم. حسب ما تكون في اسوره، ممكن تبقى اسوره عاديه فيها منتهيه بكورنيش، او بتبقى اسوره وفيها زرار ومرض، وبتبقى الاسوره دايما بتعمل تشريبات في نهايه الكم زي ما احنا مش هنشوف مع بعض كده. فبقول اسوره لكل اسوره تتكون من ايه، من طبقتين، يعني الاسوره فيها طبقتين، تبقى الاسوره وبطانتها، يعني دايما الاسوره وليها بطانه بتاعتها حسب شكل الاسوره وحسب الموديل اللي انا بحطه ايه لشكل الاسوره لتنظيف الكم. الرسم التوضيحي بمقياس رسم الاجزاء النموذج لمعرفه كميه القماش. ايه هو الرسم التخطيطي بقى؟ طبعا الرسم التخطيطي اللي انا بحدد من خلاله كميه القماش اللازمه للمنتج. يعني انا عندي موديل ببدا اعمل لي رسم بطرون، بعد ما برسم البطرون بحدد من خلال الرسم التخطيطي ده هعمل قد ايه الموديل بتاعي هياخد قد ايه قماش. فعشان كده بقول ان ايه، ان الموديل هنا اللي انا بحدده عشان اعمل له المقايسه لازم بحدد الاجزاء بتاعته عشان اقدر اعمل ايه البطرون بتاعه. طب بعد ما بعمل البطرون بتاعه ببدا احطه على طبقات القماش، يعني بجيب القماش اللي انا هنفذ عليه كده واحط عليه القطع البطرون اللي انا رسمتها، واعمل مسافات الخياطه، وابدا احدد من خلال الرسم التخطيطي ده الموديل بتاعي ده هياخد كم متر، يعني الموديل الواحد هياخد كم متر، يبقى الكميه هتاخد قد ايه اللي انا عايزاه للموديل ده. تعالوا بقى نرجع مع بعض للتعريف كده للرسم التخطيطي. يبقى اقول الرسم التخطيطي بيحدد، لا يحدد كميه القماش اللازم للتمييز، ولكن ايضا يحدد نسبه العادم. يعني انا مش بحدد بيه نسبه كميه القماش بس، لا ده انا عايزه كمان ان انا اقلل من نسبه العادم اللي هتقي اللي هتطلع من القماش، يعني بوفر من القماش في العروض المختلفه. يعني انا لازم يكون العرض اللي انا باخده، لان احنا عندنا عروض القماش مختلفه، عندي عرض 150، عرض 90، عرض 120، دي العروض اللي موجوده في القماش. فحسب الموديل هنفذه نوع القماش، فنوع القماش دوت حسب العرض. يبقى انا اخترت عرض 120، اخترت عرض 150، اخترت عرض 90، اخترت عرض 70، يبقى العرض ده هو اللي مناسب للخامة اللي انا هستخدمها للمنتج ده. طب الخامة دي
المنتج لما احطه هيوفر لي في ايه؟ في كمية القماش اللي انا هستخدمها في المنتج، يبقى هوفر العادم اللي طلع من القماش، يبقى انا مش محتاجة ان انا يطلع لي نسبة عادم عالية في القماش، ما هقدرش في القماش بمعنى اصح. نرجع تاني، وبذلك يمكن اختيار العرض المناسب الذي يعطي نسبة اقل من عادم القماش. يعني انا اشوف القماش بتاعي اللي انا هستخدمه، لو انا اخترت قماش زي قماش الترجال، الترجال احنا عارفينه ان هو عرضه ايه، 150، ممكن يبقى 130 حسب النوع بتاعه، يبقى انا هختار العرض اللي يوفر معايا في ايه، في يقلل لي الهادر بتاعي، لان انا مش عايزه يطلع لي هادر من القماش كتير. انا ممكن استغل عرض القماش ده لما يكون العرض عندي 150 يوفر معايا اكتر ما اخد عرض 70، عرض 70 ما يوفرش معايا، لان عرضه بيبقى عرض بتاعي بقولك عليه كنز، فما بياخد ايه، مش هياخد كمية قماش كتير. لكن انا العرض لما بيبقى كبير معايا بياخد الباترون، فبيوفر لي في طول القماش، يعني كل ما يزيد، ما بيزيد العرض معايا بيوفر في طول القماش، لكن لو قل العرض بايه، بيزود في طول القماش اللي انا هستخدمه. طيب نرجع تاني مع بعض، طريقة وضع النموذج على القماش. يعني احنا بصينا، لو بصينا للجونيل اللي قدامنا كده، ان انا ازاي احط الموديل على الايه، على القماش. انا طبعا بحدد عندي هنا عرض القماش، لو قلت ان عرض القماش عندي متر، باجي اعمله ازاي، انا بحدد عندي بالمسطرة كده، بحدد الطول، بسيب الطول مفتوح ماشي، وبحدد العرض من فوق. لو هو عرض القماش عندي، عرض القماش ماشي، هنا لو عندي عرض القماش هنا 100 متر ماشي، لو عرض القماش عندي 100 متر هنا، فباجي اعمل، طبعا احنا اخدنا موضوع النسبة والتناسب، ان انا العرض لما بيكون عندي العرض كبير عشان ارسمه عندي على السكتش، باخد العرض اي عرض عندي واقسمه على 10، يبقى انا بطلع من خلال ده عرض القماش. فانا ما اجي اعمل هنا عرض القماش، هو العرض القماش عندي هنا كام، 100، هيبقوا 10 سنتي، يبقى انا هحدد كده ادي ايه، 10 سنتي بتاعتي، وبسيب الطول بتاعي مفتوح ما بحددوش. فهنا انا بحدد العرض بتاعي، وباجي بحدد الطول، بسيب الطول بتاع القماش مفتوح لغاية ما احط القطع بتاعة الباترون. قطع الباترون بقى زي ما ايه، ما احطها، انا باجي هنا احط العرض ازاي، هنا عرض وهنا الطول، يعني هنا بيبقى عرض وهنا الطول، اي عرض للقطعة بتاعتي بحطها هنا. عرض زي ايه، عندي هنا العرض اللي هو مثلا لو قلت ادي الجونيلا اهي كده، ده كده عرض الجونيلا، وده كده طول الجونيلا ماشي. يبقى انا لما اجي احط العرض، هحط عرض الايه، الجونيلا في الحتة دي، انا اعملها بلون تاني عشان تبان كده اهو، يبقى انا احط الجونيلا كده اهي، اهي اهي كده، انا حطيت العرض، واحط التانية تحتيها اهي، ممكن اعملها بالعكس اهي كده، واقفل على كده، واطلع بقى هنا، اطلع من هنا الايه، اطلع القمر بتاعي من الجزء ده كده، انا هطلع القمر بتاعي ده، لو انا هحط ايه، الايه، الجونيلا على القماش ده. هنا لو قماش ايه، لو قماش ساده، يعني هنا لو ده، لو قماش ساده وانا هحط عليه ايه، القطع الباترون، يبقى انا حددت هنا
العرض بتاعي اللي هو 100 سنتي، والطول بقى بتاعي بعد ما بخلص خالص بروح قايسة الطول من اول هنا لغاية هنا اهو، واقول ان طول الجوني، طول القماش اللي هيستخدم ليه الجونيلا ده مثلا هيبقى 120 سنتي. يبقى انا الجونيلا عندي هتاخد قد ايه؟ الجونيلا عندي هتاخد قد ايه؟ هتاخد قماش عرض 100 سنتي صح؟ وكمية القماش اللازمة هتبقى 120 سنتي. يبقى انا الجونيلا الواحدة هتاخد كام؟ 120 سنتي. يبقى انا لو هاجي اعمل كميات، للجونيلا دي، هعمل منها كميات، يبقى انا عرفت ايه هشتري قد ايه. يعني انا لو هشتري 100، هنفذ 100 جونيلا، يبقى هقول ال100 جونيلا هضربها في ال120، هيطلع لي كمية القماش اللازمة للايه، للجونيلات كلها. هنكمل كده مع بعض بقى بقية الجزء ده، لان احنا ايه لازم ناخد تدريبات كتير على ازاي احط، يتم وضع القطع القماش على ايه، على الايه الباترون، على القماش اللي هيتم تعشيه. تعالوا نشوف حاجة تانية كده مع بعض. لو بصينا هنا هلاقي ان القماش عندي اتغير، يعني شكل القماش هنا عندي اتغير، القماش بقى ايه، بقى مقلم، يعني الجيبة نفسها فيها تقليمات. فانا عشان احط بحط الايه القماش الجونيلا حسب تقليمة اللي انا عايزاها في القماش. فهلاقي هنا ان انا هاخد كمية قماش هنا كبيرة مش صغيرة. هو بيقول لي هنا ان عرض القماش كام؟ 140 سنتي. يبقى 140 سنتي هياخد قد ايه بقى؟ شوف وضع الجونيلا نفسه على القماش يختلف في الطول بتاعي، فهلاقي ان الطول اتاخد عندي كمية كبيرة من الطول. يعني انا لو قلت هنا الجونيلا بتاعتي دي الاولانية اخدت 120، لا ده ممكن ياخد ايه 150 متر، يعني متر ونص عشان اعمل ايه، اعمل الجونيلا دي، او ياخد مترين كامل. تمام، نشوف اللي بعديها. ده الفستان بتاع الطفلة. طبعا ده ازاي احط القطع القماش زي ما احنا شايفين. انا براعي هنا في ودي لازم نقولها مهمة قوي، لما اجي اعمل التعشيق لازم اوضح حاجة مهمة قوي، ان انا فين الجزء المفتوح وفين الجزء المغلق في التعشيق بتاعي. يعني ايه مفتوح يعني ايه مغلق؟ يعني انا دلوقتي لو عندي مرض لازم المرد ده هيتحط على ايه، على الجزء المفتوح. ولو زي المرد ده بيبقى موجود يا اما في الامام يا اما في الخلف. فاحنا لو بصينا هنلاقي الفستان بتاعي في مرد في الخلف، فالمرد في الخلف ده بحطه في ايه، في إيه، على الناحية اللي هتبقى مفتوحة من القماش، لان ايه ان انا بحط القماش على متني او على ايه مفتوح. لكن هنا التعشيق بتاعي هنا في حاجة اسمها تعشيق جماعي وفي حاجة اسمها تعشيق فردي. التعشيق الجماعي ان انا بعشق كل قطع البترون، اما التعشيق الفردي ان انا بتني ايه حرف القماش وبحط عليه ايه نص الموديل بس. ده بالنسبه لازاي احط ايه قطع البترون على ايه، على القماش. طب تعالوا نكمل كده مع بعض. هناخد بقى تاني بقى امثله على ازاي نعمل تحليل للنموذج، لان احنا ما شفنا كده ايه طريقة وضع النموذج على البطرون. يبقى لا انا بحط قطع، بحط اجزاء، بحط ايه، بحط تفاصيل. يعني احنا لو رجعنا كده للشريحة دي هلاقي ان الفستان بتاع الطفلة ده فيه اجزاء كتيرة جدا. اولا في قصة برنسيس في الامام، وفي مرد في الايه في الخلف، وفي كولا، وفي اسورة، وفي كم ماشي، وفي حزام. طبعا كل الاجزاء دي موجوده في ايه، في التصميم. فما باجي احط التصميم على القماش بحطه بكون مرقم كل قطعه. لما يكون القطع بتاعه الموديل عندي كبيره قوي كده لازم ارقم كل قطعه عشان ابقى عارف هحط القطع بتاعتي ازاي، واحط وضع القطع بتاعتي ازاي. طيب نرجع تاني نشوف بقى تحليل الموديل. عرفنا بقى ليه تحليل الموديل مهم عشان اعرف ارسم
الباترون واعرف ازاي اعشق الباترون بتاعي على القماش واختار القماش اللي يناسبه. اول حاجة البلوزة اللي قدامنا دي بمرض، هنحلل كل جزء في البلوزة دي ونشوف البلوزة دي نحللها ازاي. واحد، هنقول الامام. الامام عندي هنا كام؟ الامام 2 قطع. ليه 2 قطع؟ لان في مرض. لان في ايه؟ في مرض. المرض ده بيقسم لي الامام ليه قطعتين. لما يكون البلوزة فيها مرض يبقى المرض ده هي ايه؟ هيقسم لي الامام في قطعتين. يبقى اي قطعة فيها مرض يبقى كده المرض بيقسم لي القطعة ايه؟ الى جزئين. فكده بقول ان الامام 2 قطع. طبعا ما دام الامام مفتوح، يعني الامام سواء في سوسته في مرض، يبقى الخلف هيكون ايه؟ مقفول، هيبقى قطعه واحده. لو هو مش جايبهولي انا هستنتج كده. يعني دايما حتى في فساتين الاطفال لو جايب لك في فستان الاطفال الامام في زراير او في سوسته يبقى الخلف ايه؟ مقفول. لو هو مش جايب الخلف، لكن ممكن يجيب الخلف والامام، يبقى الامام مثلا في قصه ومفتوح من القدام والخلف فيه مرض ومفتوح من ايه؟ من الخلف. طيب تاني حاجة، تالت حاجة الاكمام. طبعا الاكمام هنا 2 كم، وما انساش ان اقول ان في 2 كم، ما نكتبش كم واحد، هو 2 كم. الاسورة، الكم في اسورة واسورة عادية، واحنا قلنا الاسورة بتبقى 2 قطع، يبقى الاسورة والبطانة يبقى كده الاسورة كم قطعة؟ 4 قطع. يبقى انا لما اجي احط قطع الباترون ده على القماش هحط 4 قطع، مش هحط ايه؟ مش هحط 2. الانفورم اللي هي تنظيف الرقبة. طبعا الرقبة هنا فيها حرق ايه؟ فيها ايه؟ حرد عدد الانفورم، في حردة رقبة الامامية وحردة رقبة خلفية. طبعا هنا انا عندي مفيش انفورم، في كولا. انا عندي هنا في ايه؟ في كولا، كول سبور، مفيش ايه؟ مفيش انفورم. نيجي بقى للبدله التانية اللي هي بدله بمرض وجيوب. بدله بمرض وجيوب، طبعا احنا شايفين برضو البدله فيها ايه؟ فيها زراير. ماشي، تعالوا نشوف كده. اول حاجه هنحلل الجاكيت لوحده. الامام طبعا مكون من ايه؟ هو بيقول لي الامام 4 قطع، لان في قصه برنسيس في الايه؟ في الجاكيت. فالامام قال لي ايه؟ 4 قطع. الخلف طبعا قطعه واحده. طبعا الامام يعني القصه البرنسيس بتقسم بتعمل لي على طول ايه؟ 4 قطعتين في النص الاولاني وقطعتين في النص التاني. الاكمام 2 قطع. الجيوب طبعا في عندي 2 جيب كبير اللي هم تحت في الجاكيت من تحت، وفي جيب واحد صغير فوق. في بقى في شريط حليه، دي يعتبر من الخامات المساعدة. يبقى في شريط حلية بيلف على طرف الجاكيت وعلى طرف الجيوب. يبقى أنا لازم أقول إن في شريط حلية على إيه؟ عشان لما أجي أعمل المنتج يبقى أنا عندي المنتج بتاعي هشتري له إيه؟ يعني هشتري له إيه؟ لو أنا نازل أشتري الخامات بتاعة المنتج يبقى عارف هشتري إيه الخامات اللي هشتريها. البنطلون، طبعا البنطلون معروف ان هو بيبقى 4 قطع، قطعتين في الامام وقطعتين في الخلف. يبقى الايه؟ يبقى الامام 2 قطع والخلف 2 قطع والقمر 2 قطع، لان قمر وايه؟ وبطنطو. نيجي بقى نشوف الايه؟ القميص سبور والشورت بتاعه. القميص هنا بقول الامام 2 قطع لان في مرض، والخلف قطعة واحدة، الأكمام 2 قطع، الجيوب طبعا الجيب قطعة واحدة في القميص، والجيب في قلابة بقطعة واحدة، وعندي هنا صفرة القميص قطعة ايه؟ واحدة، والكولا طبعا 2 قطع اللي هو كول السبور بتاعة القميص، ورجل الكولا 2 قطع، لان كل القميص بتبقى مكونه من جزئين، كولا وكعب، نقول عليها كولا وكعب. نيجي بقى للشورت. بقول الشورت الامام 2 قطعه والخلف 2 قطعه وجيوب
برضو في جيبين، برضو اتنين قطع في الجيبين، وفي بطانة للجيب اتنين قطع، وفي اللي هو الجيب الخيالة، وعندي القمر برضو بيبقى اتنين قطع، وفي البتلتة اللي هي اللي بتركب فيها السوستة دي بتبقى تلات قطع، يعني البتلتة بتبقى تلات قطع، بتبقى في كسرة وفي ايه وايه المكان اللي بتركب فيه الكولا. احنا كده خلصنا الجزء ده النهاردة، اتكلمنا فيه، رجعنا فيه عن المقايسة، وقلنا اهداف المقايسة ايه، واحنا عارفين ان المقايسة دي انا باخد مادة المقايسات عشان اعرف تكلفة الخامات الاساسية والخامات المساعدة اللي داخلة في المنتج، اعرف المعدات والالات اللي هتدخل في تصنيع المنتج، عدد بعد كده بهعرف عدد العمال واجور العمال، كل ده هناخده فيما بعد. اخدنا ازاي نحلل الموديل، وازاي اعرف قطع البترون، قطع الموديل عشان احدد قطع البترون اللي انا هعملها، وازاي اعمل الرسم التخطيطي بتاع كل موديل. النهارده هناخد هنكتفي بالجزء دوت، هنكمل الحلقه الجايه بقيه المسائل بتاعه البترون وبقيه المسائل بتاعه المقايسات، وهناخد كمان ازاي القوانين والقواعد الاساسيه اللي هشتغل عليها في المقايسات بتاعتي. النهارده كل اللي احنا خدناه اتمنى ان انتوا تذاكروه، وندرب نفسنا كويس جدا، نجيب موديلات ونبدا نعمل تحليل، نعمل لها تحليل ونحدد اجزائها والقطع بتاعتها علشان نتدرب عليها ونعرف ازاي اطلع اجزاء الموديل واعرف مكوناته ايه وايه نوعية القصات اللي ممكن تكون في ايه في الموديل. احنا هستنى اسئلتكم، واي حاجة تقف قدامكم هتبعتوها لنا على الجروب، واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله.